كان يا مكان وحكايتنا من هالمكان، حكاية أحداثها بتمتد من قديم الزمان وتفاصيلها لا زالت بتدور في واحد من بيوت هالوطن الكبير. لما بيصيب الناس نوع من أنواع الابتلاءات، سواء كان تقدم في العمر أو فقد عزيز أو فقر أو إعاقة، ما بيعين على كل هالابتلاءات إلا الإيمان بقضاء الله وقدره ومعونة الأهل والإخوان. لكن لما بتجتمع كل هالابتلاءات مع الوحدة وفقد المعين، بيكون المصاب كبير كتير، تنفطر إله القلوب وبتدمع له العيون. وهاي باختصار قصة العم يوسف محمد زايد. مشاهدينا الكرام، من كل بيت حكاية، في كل بيت من هالبيوت اللي فيها المكان أكيد في حكايات. إحنا وصلنا لهالمكان مع فريق البرنامج لنروي حكاية واحدة من هالحكايات اللي داخل هالبيوت، والبيوت مشاهدينا أسرار. في ظل أجواء البرد والمطر أكيد بتزيد معاناة كتير من العائلات ومن الأسر. هذا العائلات والأسر كيف لما نحكي عن ناس بيعيشوا لوحدهم وبيعيشوا مع المرض والإعاقة ومع أذى الناس اللي حواليهم. هذه هي مشاهدينا باختصار قصة بطل حكايتنا لليوم، الحاج يوسف، العم يوسف اللي رح نسمع حكايته منه مباشرة ومن الناس اللي بتساعده وبتمدله إيد المساعدة. رح نسمع تفاصيل هالحكاية اللي دائما إحنا بنحكي الحكايات فيها ألم، لكن أكيد في أمل من الناس اللي بتساعد واللي بتدور على هدول الناس لحتى تمدلهم إيد المساعدة لتكسب الأجر. مشاهدينا حكايتنا مش راح اطول عليكم واقدم لها، لانه راح تكون بتفاصيلها ضمن المشاهد القادمه. خليكم معنا مشاهدينا لنسمع حكايه العم يوسف. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. هو بشوف هالشباب بشوف هالصبايا بترجع روحي الي. ان شاء الله بتونس فيكم، دائما زوروني ان شاء الله. ربنا يقاسي بيتك دائما. ينقلوني يا اختي والله من هالدار، بتدلف علي وقديش عدت فيها لو تعرفي ايش لا يصدق. 40 سنة ما دلفت علي أبدا. من يوم قلت له لمن باع شرى الدار، قلت له أروح أنا وفي دور، قال لا خليك عندنا لما تموت. احنا رح نسمع كل هالحكي والمشاهدين يسمعوا منك هالكلام، بس بدنا نساعدك هلا تقعد عشان المشاهدين يسمعوا منك كل حكايتك. تفضل. هيك خلي مرته عشان أعرف أتغطى فيه لما تروحوا. مشاهدينا الكرام، احنا الان رح نسمع من بطل هالحكاية الحاج يوسف تفاصيل حكايته، رح نسمع تفاصيل معاناته، رح نسمع شيء من ماضيه، هلأ كيف بيعيش، الناس كيف بتتعامل معه، كل هذا رح يكون من خلال حوارنا مع الحاج يوسف. لكن الحاج سمعه خفيف شوي، فرح نضطر نعلي صوتنا وهو يمكن شوي ما تفهموا عليه، لكن انا رح احاول انه يكون الحوار مفهوم لحضراتكم. اهلا وسهلا عم يوسف. إيديكم أكثر جميل. أهلا وسهلا. أكثر. عم يوسف، إحنا بدنا نحكي الآن مع السادة المشاهدين، نعرفهم أوكي. نعرفهم تفاصيل المعاناة اللي بيعيشها الحاج يوسف. أول شيء تعرفنا أنت من وين، من أي مكان أصلاً، من أي منطقة؟ أنا من بيت نوبة. من بيت نوبة. حد الرملة، كانت مدينتنا الرملة. نعم، أهلا وسهلا فيك. طيب متى إجيت على الأردن؟ إجيت هون لما طلعنا من يافا، جيت على بلدنا قعدنا شوي طحونا اليهود، جيت هون في 52. يعني اول شيء رحت على يافا بعدين اجيت على الاردن. ايوه. عشت في الاردن لانه ابوي بحب المدن. طيب روم. طب عم يوسف، انتم باي مكان عشتوا اول ما جيتوا على الاردن هون؟ قعدت في جبل عمان شارع خرفان جار كلوب باشا.
تمام. طيب تعرفنا على عيلتك، مين اجى معك من فلسطين؟ اخوي الاكبر مني، احنا اتنين صغار، انا عراسه. بيني وبينه 3 سنين. انتو كم واحد؟ كم اخ؟ بس انا والكبير والباقي اطفال صغار. كم واحد؟ قدي عددكم؟ عددنا؟ اربع شباب وبنت. اربع شباب وبنت. نعم. طيب هلا انت الله يطول عمرك موجود، واختك توفت زي ما عرفت منك قبل التصوير. نعم. وإلك اخ بامريكا مش هيك؟ نعم. وإلك اخ عايش هون؟ مش علي. واخوي اللي هون بتعرفش علي. ما حدا بتعرف عليك، ما إلك الا رب العالمين واهل الخير من هون اللي حواليك. طيب طب عم يوسف، بدنا نتعرف على معاناتك، قديش انت عانيت في هالحياه؟ انت متى صابك المرض؟ كتير. كنتش اول اشعر بالمرض، هذا مخلوق معي. انا ولدت في بين 43 وال 44. يعني عمرك 74 سنة او 75؟ 72. 72 في اخر طبعا. السنة هاي بصير، بس انا 9 سنين بجوز اكبر ما ادري. طيب يعني خلينا نقول فوق 70. الله يطول عمرك يا رب. طيب وانولدت مع هالمرض؟ يعني انت انولدت منه انت صغير فيك هذا المرض؟ الامراض هاي؟ نعم. بس زادت مع العمر؟ بس كانت صحتي منيحة. اشتغل شغلتين. شو كنت تشتغل عمي يوسف؟ خياط، ستاتي ورجالي كله. جهازات يطلعوا من عندي، صبايا زيك وهن عرسان. يعني كنت تخيط وتفصل؟ وكأنه اشتغلت عند الملك حسين الله يرحمه. كنت خياطه. وكأنك قلت لي كمان انه الملك عبد الله وهو صغير كنت انت كمان تخيط له ملابسه العسكرية. انت خيطت له اياها. طيب هلأ خلال هالفترة هاي انت زاد مرضك بعد هيك وصرت قعيد ما تقدر تشتغل. نعم. طيب مين اللي صار يساعدك خلال هالفترة؟ بتاخد انت من التنمية؟ بتاخد من التنمية. 40 ليرة. 40 دينار. وإلك تقاعد؟ والله مرة بعطني 10. لا قال انا هذا ختيرت وكبون وبطلوا يتعرفوا علي. يعني انت عايش هلا على فلوس التنمية وعلى اهل الخير. طيب عم يوسف هلا احنا المعاناة يمكن مش معاناة فلوس بقدر ما هي معاناة السكن والمرض والوحدة. انت لحالك، ما حدا الا يمكن الجيران اللي هلا رح نحكي معهم كمان يمكن بيساعدوك بيجوا عندك. لا ما بيساعدوني، كل الناس الغرب بيساعدوني وهني لا. في الاستاذ محمد ريان اللي بيجيك بيزورك وبيعتني فيك، وزوجته قلت لي كمان انها هي تبعت لك اكل طيب وبتغسل لك ملابسك. تحكي لنا عن هال حرام اقول لك ما بيجي ولا بيجيبه. بيعتنوا فيك؟ مين جاب لي؟ بيهتموا فيك وبيجيبوا لك اكل طيب انت حجيت 10 مرات. ما هو كان وضع منيح، اشتغل شغلتين. شغلي اللي محل كان في ماكينات وفي شغلة عشاكم بلعقلوا رعب سبيل الله. معلش ما حدا بيضل على حاله إلا هو سبحانه. طيب الولاد الحارة بيضايقوك؟ كتير. ايش بيعملوا؟ قلنا شو بيعملوا؟ بيطلعوا على الباب بدندوا لحالهم، بيفتحوا علي الباب وبخشوا بسرقوني. بسرقوني. اخذوا التلفزيون، كان عندي تلفزيون السلة. اخذوه. سرقوه واعطوني واحد مش نافعتي تبرعت فيه للسوريين. طيب بيرموا عليك كمان حجار وتراب؟ حجار. وبيسبوا علي كلام وسخ. طيب هلا انا شفت الباب كمان مربوط عليه حبل. بيقطعوه. انت يعني حتى القفل اللي للباب اللي كنت تسكرها حالك كمان كسروه. بكسروه هي الزرفيل على الشباك. كسروه. عشان يضلوا يفوتوا عندك ويضايقوك. طب شو بتعمل؟ كمان شو بتعمل لما من حاجاتي؟ شو بتعمل؟ شو بتقول لهم لما بصرخ عليهم بهربوا وفيش جار بيزعلي. بؤس المكان مع ظلم البعض في هالزمان اجتمعوا على العم يوسف اللي بيسكن في هالبيت اللي رغم كل المعاناة فيه ما وجد من يعينه على هالمصاعب إلا عدد قليل من أهل الخير اللي أشفقوا عليه واللي ما بيخلى منهم حي من الأحياء.
هلا السقف بالشتاء بينزل مي عليه؟ اه بينزل ميه. هيدي بطلب على الناس مين ياخذني عنده بس يجيب لي وجبه الغداء. طيب عم يوسف انت المي كمان المي مقطوعه مقطوعه؟ نعم. عندك المي؟ قطعوا المي عليك؟ طيب بس في شوي بالتنك وبشتري اناني مي صحه للكولر وما واتحمم. طيب. لازم كل يوم اتحمم. مين بحممك؟ مين بدير باله عليك بجيب لك والله المي؟ والله كان واحد صاحب بطل يجي. ابو رائد بيجيك؟ ابو رائد بيجي كل يوم بيجي ومر عليك هو ومرته بيجوا بيجيبوا لك اكل وبيجيبوا لك المي وبحمموك. طيب يعني هلا انت عم يوسف ايش بدك؟ شو طلباتك؟ شو طالب؟ طلباتي اغير البيت. احنا هلا عم يوسف يعني نقلنا كل هاي التفاصيل للمشاهدين الكرام وسمعوها. واحنا رح نشوف يعني رح نصور كمان المرافق المكان اللي انت عايش فيه. واحنا حكينا عن اولاد الحاره كمان اللي أولاد لما الحارة. بتروح على الصلاه اقول له مشان الله يا ابني روح عني الحرام انت عارفني بقدرش اركض وراك يضربوك. حرام عليك يا يضربوك. ابني انت مش مسلم موحد الله ولا بردوا. طب حاج يوسف بضربوك الاولاد؟ بالحجار وبغي خلعوا الباب عده مرات وابو رائد يسويه. طب مين ضربك على وجهك؟ قلت لي في حدا ضربك على وجهك. بص في الجامع هذا وهون. ضربوك، ليه ضربوك؟ ضربوني لاني بقول لهم روحوا بدي اصلي، امبارح ما صليتش العصر، ضربوني وبعدين قطعت صلاتي وجيت صليت هون. طب بعد ما رحت وتعبت اصلي جماعه. طب عمي يوسف مين المصلين اللي في المسجد ما بيدافعوا عنك؟ لا مع انه الامام خالي ابن عم هذا الزلمه. ما بيدافعوا. انا خالهم هدول. هن من دار حماد، انا من دار زايد. نفس البلد. وكمان قرايب يعني دار ابو الراد متجوزين عمات ابوي. وعماتي وبنات عمي مرتقوا. طيب. بنت عمي. طيب يعني هدول ما هو وظلم ذوي القربى يا عم يوسف، هذا ما هو القريب لما بظلم بيكون ظلمه اكثر من ظلم البعيد كمان. ايوه. طيب يعني هدول ظلام. سلم بس امرك أنا لله. بضيع تعبي 72 سنه وندب في النار بعد ما سلم امرك لله تبشرت في الجنه. طيب على قصه تبشرت بالجنه. نعم انا سمعتك وانت بتحكي انك شفت الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام. شفته بالرؤية. قومني واحد شيخ وقال لي امشي، مشيت على الصراط المستقيم مثل هون والشارع موقف الباص الشارع الرئيسي. تمام. قعدني بيارة، شوف بيارات الشيخ علي اللي كنا فيها في عندهم. انه لسه احلى بيارات لبنان، احلى الجنة. وبعدين انا كنت انام على فرشات جبتهم طقم نوم من الكويت. إلي مشان اتجوز واصير بني ادم زي اخوتي زي اللي ساعدتهم. ما فيش نصيب. تقول لي امي هي الشباب صافين عليك على الدور والصبايا ساعد اخوتك ولا. طيب لسه في المدرسه اجوزه وهو في المدرسه، جوزته والله في المدرسه غصب عني احترام للوالده. هذا اخوك؟ هيو عنده قصر ورا الجامع. قالت له راحت له تحت تقول لي سكن اخوك. قال لا. طيب هلا احنا كنا نحكي عن تدري ان انا ارتميت في الشارع هذاك اليوم بين السيارات. وما ما بيجي بيساعدك ولا اخوك اللي بامريكا بيبعت لك؟ ليش اقول له خلي بناتك يتحجبن؟ احنا متمدنين. ما هو التمدن ضد الحجاب يعني، الحجاب ملوش علاقة بالحجاب، بالعائلة التمدن. صحيح. مش باللبس. يا عيني. الله ينور عليك، الله ينور عليك يا عم يوسف. بالعائلة التمدن. صحيح. هيتك متمدنة ولابسة مدني ولابسة ترواق طويل كبوت طويل وحاطة على راسك. هذا اسمه تمدن عقليا. صحيح. انا بقول لهم في الجامع هون بقول لهم انتوا استعملوا هون ولكم اللي خلق الانجليزي خلقكم، الرب واحد. صحيح. والعائل واحد. بس هن بدهمش يفهموا. صحيح. طيب عم يوسف بدنا نعم. نرجع لاخوانك. واختك اللي توفت الله يرحمها كانت ترعاك؟ شو تيجي؟ تيجي من قبل الاذان تصلي وتيجي علي وتجيب الحلو وتغسل لي اواعيني
من بعدها الله بعث لي ولاد حلال ضربوا الراس. اها بعد ما توفت. طيب انت تمنيت على تمنيت اخوتي وعيلتنا كلهم دار زايدين معه عن بكره ابيهم وظلت امنه وام محمد. طيب الله يرحم اموات المسلمين. بس عمي يوسف لحقيت هلا حد عليها. عمي يوسف نعم. رح ارجع احكي عن الرؤية، بس بدي تحكي لي انه انت كنت بتمني تتزوج ويكون لك لو ولد يرعاك ويدير باله عليك. انا سمعت يعوب والله يبشرني اكون من اهل البيت يا رب يا رب. طيب انت كنت تتمنى يكون لك ابن يرعاك ويدير باله عليك زي هالشاب زي هالشاب. شفتي صلاة النبي الله يخليهم اهلي ان شاء الله ان شاء الله ربنا بيعوضك بالجنه. ان شاء الله. طيب تحكي لنا كيف بعتبرهم اولادي تفكريش. طيب. لما بيزعلوا بزعل معاهم، لما بفرحوا بفرح معاهم. اكيد هيك المسلم، ما هو ولا هيك لا يؤمن احدكم الاسلام بيقول حتى يحب لاخيه. ما هي خبر هي كرت العزومه، واحد عزمني على عرسه بقول له طب ودي لي واحد وانا بركب السياره وانا بدفع جر السياره. طيب عم يوسف قل لي كيف شو قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام؟ نعم الرسول شو قال لك في المنام؟ عامل لي هيك بايده. هو زي ما تقول بعيد عني زي هون والشباك، وقدامي نهر الكوثر. وشربت مش عارف الكوثر، فانا قال لي الشيخ اللي اخذني قال لي هاي نهر وهي الرسول جارك. قلت اربع شباب زيهم في الجنه كمان لحالي، حرام عليك يا حجي لابس لفه وكهي جارك الرسول، بكره بيجوا الجنود تاعون الحرب بقعدوا معك كل اشي، وهي جارك بالك الرسول اللي بايده هيك سنت حجيت. ما شاء الله. وبلش وبعدين لما حجيت يمسك في توبي. انت مستبشر بهاي الرؤيه وانه رح تكون من اهل الجنه. ورحت فعلا قلت له اطلب من ربك انه ما بقدر ازورك، ما بقدر ازورك من 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 معاش الجيش حرام، من معاش انت تخيتي عندي بدله، هذا بدله حوشت انا حوشت ما شاء الله. يعني انت كنت بدك تحج من جيبتك. الله يرزقني صدقيني بكونش معي ولا قرش يوم ما بدي اروح حج يصير معي 400. لو كانت الحج ببلاش زي اليوم هلا بتكلف فوق ال1000. عمي يوسف انت كنت قلت لي انه نفسك ترجع على فلسطين وتقدس حجاتك هناك. ما قدستش ولا حجة. لأنهم كل أهلي في المقاومة. هلا انت مع المقاومة بفلسطين؟ مع المقاومة غصبا عن اللي برضى واللي ما برضى. يا عيني عليك ما شاء الله. انا بظلني فلسطيني. ما شاء الله. نعم معي باسبورت أردني. وبتحب الأردن وكلنا بنحب الأردن. انا صار لي هون من 52. وخدمت كلباشا. كل هاي الذكريات تعرف بدنا نخصص لها حلقة خاصة تحكي لنا كيف ذكرياتك زمان مع كلوب ومع فلسطين. كيف كنت انا في يافا وانا عمري 3 سنين. كله هذا رح نيجي نسمع منك بحلقه خاصه. اخذني واحد فعل خير قال انا بدفع عنك المصاري اللي هن بطلبوا منه 500 ليره. قلت له يلا روحني. قعدت من الصبح افطرت عندهم وتغديت وتعشيت لو تعرف ايش هو الاكل. العشاء أرز فلافل مع الأيتام. مع الأيتام سألتهم وين أبوك وين أمك، فهمت إنهم أيتام أيتام، وفهمت إنه هن غير عن إرادة ربنا. طيب. يعني الغلطة غلطة أمهم وأبوهم. طيب عمي يوسف تقولنا هون أنت كيف بتروح على الحمام أجلكم الله، كيف بتتحرك بالبيت، كيف تقدر تدبر أمورك أنت؟ ما يعني ما رب تقدر. العالمين الله اللي بعيني. ولا تفكر ونعم بالله ونعم بالله. أنا ما نوي أقوم والله بعطيني القوة. بروح على الحمام. مرات كان يحممني واحد صاحبي قاعد 10 سنين شايفه، وبعدين بطل يجي كل غني مع طبع العرب هيك. كنت في القدس هربت من شارع يافا بدي اروح انام عند دار عمي في سلوان، اركض 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 اركض. خايف تسريحي خالص. وانبسطت في القدس. هذا الحكي قبل بال67 رحت. كنت واعي شاب. رحت على القدس؟ رحت. وصليت في الحرم
ان شاء الله بترجع القدس وان شاء الله، بس ما كنتش حاجز ترجع بتصلي فيها. ما كنتش حاجز، انا حجيت في 89. قعدت 10 سنين اروح واجي على الحج، والله يرزقني دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام منه. طيب سلمت عليه من الشباك تبعه. احنا هلا بدنا نحكي عن معاناتك. ايوه هلا معاناتي. احنا شو بتتمنى انت عم يوسف؟ هلا ايش بدك؟ اعيش بسلام، والله يريد لي صحتي وحنن المسلمين علي، يرجعوا لعائلهم ويرجعوا لدينهم. هي اخوتي ولاد اخوتي في امريكا بتعرفوش علي، حلف هون انه بعطيني 600 دينار كل 10 سنين، بيعطيني 35 وكبيتهم في وجهه. وبعدين استأجر هون محل قد الجامع، شركة بدي اسوي شركة مطاعم. لما دعيت عليه الله استجاب دعائي، هرب هريب رجع، تعب 20 سنة اخذوه الزعران. مضوا على اوراق على ورق، وهلا عليها اكماط احمر. طيب عم يوسف هلا احنا هذه ذكريني احكي لك على بلكن سمعني في امريكا ويتوب ان شاء الله ويرجع لدينه يا رب ان شاء الله. رب عم يوسف يرجع يودني كمان. طيب هلا احنا انا اللي علمتهم وضويت عليهم وصفيت على حالي ان شاء الله، واللي ربنا كان الي نص عمان ان شاء الله ربنا بنور عليك دنيتك واخرتك. ما بحبش نشتري نور، عمر لي قال فلسطين وقول له اليهودي بدنا ناخذ كل البلاد. طيب طيب هلا احنا ما كانش اسمع انت بدك بيت، بدك بيت منيح، بدي بيت منيح وبدك حدا يقدر يراعيك. بدي مثلا حمامي زي هذا فرنجي، واقعد وامشي على العربايه، واكون لي ركايه جنبه زي ما انا حاطط الغاز جنبه. طيب بركي عليه ماشي يا عم، وبقعد بعض الحاجات وبرجع ان شاء الله انه تكون رسالتك وصلت وهي بتحقق لوحدي، والمسؤولين يكونوا سمعوك. واحنا هلا بدنا ننهي حوارنا معك تمام. طيب اكيد شوفوا لي بيت في اقرب ما يمكن ان شاء الله، لانه في 8 الشهر ان شاء الله بده يهدي البيت علي. نعم طيب ويقول قضاء وقدره. طيب والله بالله انا هلا عم يوسف رح انهي معك الحوار واسمع لك بعدين بعد ما ننهي مع الساده المشاهدين. واسمع لك شو بدك بعدين. بطلب من اهل الخير ومنكم ينقلوني اليوم قبل بكره ان شاء الله. اذا مشاهدينا منكم هاي تريحوني، هاي كانت وتعطفوا علي. طيب واقعد على صلاتي وعبادتي يا رب، واموت مسلم حقا ان شاء الله. ربنا يحسن ختامك ان شاء الله، يقبلني رب العالمين. نعم. لما سمعنا التفاصيل من العم يوسف كانت بتنتابنا مشاعر متعددة، ما بين تعاطف مع بطل هالحكاية وحالته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما بين صدمتنا ببعض الناس اللي فقدوا إنسانيتهم وزادوا عليه وجع ومعاناته بقسوتهم وعدم شعورهم أو تعاطفهم مع هالحالة الإنسانية وكأنه قلوبهم من حجر، وما بين سعادتنا بناس مدوا ايديهم بالخير وداووا جروحه ومسحوا دموعه. أنا فاعل خير، اسمي محمد الريان، أساعد هذا الحج المقعد حركيا الذي عمره 72 عام. طبعا هذا يسكن في بيت من تقريبا 20 عام سابقا، ويدفع إيجار البيت 50 دينار ما بين مية وكهرباء 70 دينار، وله دخل من التنمية الاجتماعية 40 دينار، ولد الزكاة 20، المجموع 60، والباقي على أهل الخير. طبعا هذا الحج يوسف بيعاني معاناة كبيرة في هذا المنزل المتواضع. إخواننا اللي بارك الله فيهم القائمين على هذه القناة لهم كل التقدير والاحترام، وناشد كل واحد مسلم على وجه الارض وعنده انسانيه لهذا الحج. طبعا هذا اللي بيعاني، المعاناه اللي بيعاني منها ان صاحب البيت بضيق عليه الخناق مقابل ان يطلعه من هذا البيت، بقطع عنه المي، بقطع عنه الكهرباء،
بحط القلاب على ظهر السطوح والى اسبوعين قاطع عن المي بحجة انا اغير له التانك. ما طبعا ما في مجال تطلع السطوح تغير له التانك ومستلم من الدكان المية. وطبعا انا وزوجتي نعمل اكرام لوجه رب العالمين وليس عشان الشهرة. الاكل طبعا بقسمه سطرين بينه وبين اولاده والغسيل تبعه وتنظيف بيته. وانا اورجيكم خلع رقمنا له انطر كم على الباب خلعوا اصحاب البيت اولادهم والحبل اللي بيسحب فيه عشان يفتح الباب برضه خلعوه. والمعاناه هاي طبعا بعانيها بناشد كل واحد في وطن الحبيب مسلم او اخوان المسيحيين كمان وبناشد جلاله الملك كمان في هذا البلد الحبيب ان هذا الحج اللي قيله المطلوب المأوى او ايش المأوى المنزل قبل الماديه. وهذا السقف طبعا لم تشتي الدنيا انت بامكانه اي واحد يشوفه كنا بنزل عليه ماء ما هو نايم على السرير تبعه هو مقعد لا يستطيع طبعا يعمل شيء. بعدين صاحب البيت طبعا اعطاه بلاغ من امانة العاصمة امانة عمان الكبرى يوم 8/11 بالهدم المنزل الذي المأوى اللي بسكن فيه. طبعا البيت طبعا السقف اول ما تشتي كله بينزل عليه مطر. هذا في انطر قم اولاد اصحاب البيت صغار قطعوا لي هاي الاسلاك شايفين انطر قم. بعدين عنده حبل هذا برضه كان الحاج يسحبوا لجوا قطعوا لي وزرفين للباب ايوه هاي مكانه برضه خلعوا لي. الحاج طبعا الحاج يوسف لما يتحمم هذا الجيزر السخان الصغير اللي هو تحته الغاز جرد غاز انبوبه هي عندك انا شوف المعاناه قديش لما بيقدرش يفتح المحبس لحاله واحد يسكر له اياه. بعدين الحمام اللي بيستعمله طلع عباره عن بنانه ولبن من لبن هان عشان ما العربايه ما تميش يمين وشمال. هذا هو الحمام كله اللي عنده. هذا التانك اضطرينا نحطه لان صاحب البيت التانك اللي فوق سكر خربه وممنوع تطلع السطوح اضطرينا نحط له تانك صغير هنا. يعني هذا التانك بيغذي هذا عشان لم يتحمم الغاز اللي حكيت لك عنه. طبعا هذا الفرن جابوا لي اهل الخير اللي مسكن فيه الاكل والخبز. مش اللي هون المجلة اللي طبعا بنجري فيها الادوات. هذا الغاز اللي بسخن عليه الاكل. هاي المجلة طبعا اللي بنجري فيها الادوات منزلية طبعا. هاي الخزانة اللي بنحط فيها الأدوات تبعت المنزلية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولما ودعنا العم يوسف وهمينا بالخروج من هالمكان الكئيب اللي بيقيم فيه مع آلامه وأحزانه وصانا إنما نتركه وما ننسى مشكلته ونسعى لنوفر له المسكن المناسب ونبعده عن هالمكان اللي لاقى فيه كل ألوان الأذى والمهانة. ودعناه وكلنا أمل ورجاء إنه تكون رسالة العم يوسف ورسالتنا وصلت للجهات المختصة ولأهل الخير وحتى للي قسيت قلوبهم واللي بنلخصها بإرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وليكون تراحمكم عنوان لكل حكاية.